كل واحد منكما يفتح البطاقة التي معه ويقرأ ما هو موجود عليها. أنت ماذا تحمل يا يوسف؟ هذه. أنت أيضا يا فاطمة ماذا تحملين؟ هذا. فاطمة أنت تحملين هذا، هل هذه البطاقة مناسبة لك؟ كلا. أنت يا يوسف مناسبة لك؟ كلا. ماذا سنفعل؟ يعني أنا هل أستطيع أن أقول هذه يوسف؟ أنا هل أستطيع أن أقول هذا فاطمة؟ هل أستطيع أن أقول هكذا؟ كلا. ماذا نستطيع أن نبدل البطاقتين؟ أحسنت. طيب الآن أنت يا يوسف ماذا تحمل؟ هذا. هذا يوسف مناسب لك؟ نعم. أنت يا فاطمة ماذا تحملين؟ هذه مناسبة لك؟ طيب الآن أنت يا فاطمة من البطاقة التي معك ستشيرين أو ستدلين بها على أحد من رفاقك، ولكن هذه البطاقة يا ستكون مناسبة له. يلا يا فاطمة دل بها على أحد واذكري هذه حوراء. أيضا حوراء احملي البطاقة التي معك ودل بها على أحد مناسبة له. أنت تحملين ماذا يا حوراء؟ هذه. هذه حوراء. أيضا حوراء دل بها على أحد. هذه نور. أيضا نور دل على أحد يا نور. تكون هذه مناسبة له. هذه آية. أيضا آية. بسرعة يا آية. ماذا؟ هذه زينة. أيضا زينة أشيري أو دلي بها على أحد. من؟ ملك. هذه ملك. أحسنتي. تعالي يا ملك الآن أنت ماذا تحملين؟ هذه. هذه. قفي هنا يا ملاك. الآن يوسف مش أنت تحمل هذا؟ دل بها على أحد مناسب له. ماذا أقول؟ هذا علي. هذا علي. أيضا علي. يلا بهدوء. هذا علي بدي أشير.